مرحبا بك مرة أخرى في الماتينال تويكا لروبريك نتاع الجماعة. أما قبل نرجعوا بحذا الشيف. مرحبا بك فاطمة، باش نرجعوا تحديدا بحذا الشيف فتحية وهالبسكوي اللي بال قلنا أنت عجبك برشا هالبسكوي. عجبني يس. إيجا نقول لك البسكوي هذايا أول حاجة الساعة أنا قلت لكم فوالا نعملوا القرطاس كيما وريته لكم برشا مرات، نجموا ترجعوا للفيديو القدم تشوفوني كيفاش عملت الكورني هذايا اللي هو قرطاس. الشوكولاته البيضه انا قلت لكم تكنيك نتاع ذوبانها، ما يلزمهاش يبدا الماء يغلي على الغاز وانتم تذوبوها، سخنوا الماء طفيو وتحطوا الكسرونه نتاعكم. راهو اذا كان سخنت فوق القيمه فوالا، اذا كان سخنت فوق القيمه الشوكولاته البيضه بالذات، نحكي بيان على البيضه، راهو تولي حرشه وتكبش وتشد وتولي حساسه شويه خطره فوق الحساسه، خاطر ما فماش كاكاو ما فماش شوكولا في وسطها، يا دو بور دو كاكاو يا با دو كاكاو دو شوكولا بلون، معناها في الشوكولاته البيضه ما فماش شوكولاته، فما الزبده نتاع الشوكولاته بالضبط. سو كيفي الزبده كانت تحميو عليها النار تفصل فوالا. اي استاذ يقول فيها الوغ هنا نجي نعمل الكورني ونجي لك الحفرات هذوك اللي قديتهم ونعبيهم بالشوكولاته البيضه حتى نزينوها خطوط ولا كيما نحبوا، هذيكم فيها حفره نعبيها هكا ميتون قد لكم مره جايه وخليك انت تزين الخطوط اللي تحبهم. تو نقدهم مره اخرى هذاك البسكوي اللي بالبوش ولا برشا انواع البسكوي. نجمو نعملو فيها معجون، زاد ناخذوا معجون. برافو عليك. نجمو ناخذوا معجون نعبيه في كورني كيما هكا ونزينوا كعبه بكعبه ولا كيما تحبوا انتوما، هذاك الاختيار يقعد لكم ليكم انتوما. انا اليوم حبيت نعاود لكم حكايه الشوكولاته، مادام توا وقت برد والعباد تحب الشوكولاته وتحب القهوه وتحب الكاكاو. الوغ مرة موت البارح خدمت بالمعجون، كل يوم نخدم بحاجه جديده. يعطيك الصحه الشيف فتحيه. دونك هذايا الديسير اللي اقترحته عليكم نهار اليوم، باش نمشيو بحذا اختنا فاطمه، ثم روبريك تستنى فينا نشوفوها مع بعض. فما دي روبريك يستناو فيكم، اما الروبريك الاولى هي برعايه نابلي الكتروسات صفاقس امضاء سي عماد البقوتي. صباح النور فاطمه، صباح النور البنات، صباح النور المشاهدين الكل. اليوم اختراع سبيسيال على الاخر، قبل كانوا يستعملوه نساء كهو توا ولاو يستعملوه نساء والرجال. دونك انا ما نجمش نستعمله خاطر شعري قصير. اليوم مش نحكي لكم على استشوار وسي شوفو والا مصفف الشعر والا مجفف الشعر، تختلف التسميات نتاعو، اما كيفاش التاريخ نتاع السيشوار وشكون جات المخ والفكره اللي هو يعمل سيشوار. قبل ما يتم اختراع السيشوار كانوا فما طرق بدائيه جدا باش يشيحوا شعرهم والا يجبدوا شعرهم. قبل كانوا بالحديد فوالا، فما برشا طرق الحقيقه. يحدوا شعراتهم فوالا. به عام 1890 المصمم الفرنسي الكسندر جود فروا صنع ماكينه جديده لتجفيف الشعر، وهي عباره على خطاء معدني للشعر مربوط بكرسي كما اللي تراو فيها توا في التصويره. الخطاء هذا اللي كيما الفور صغير هذاك يخرج في السخانه، دونك وبالتويو هذاك يجيب لها السخانه على راسها. فما دي موديل اخرين ابار هذوما بعد تم تطويرهم، من وقتها ديجا بداوا المصممين يطوروا في الفكره نتاع جود فروا مع البقاء على نفس الفكره الرئيسيه اللي هي توصيل الحراره للشعر باي طريقه. شوف كي القمع هذاك فوق اليوسف نفس التكنيك بار كونت، هذاك كان فما فور بالحق بالفحم كان يخرج السخانه ويعمل لي تويو هذوك اونينوكس ولا ما نعرفش شنو هي الماتير باش تقعد السخانه هي بيده وتوصل حتى للشعر. من وقتها ظهروا كما قلت لكم دي موديل اخرين، في نلقاو نحاول كاسك كيما لنا في التصوير هذين، نحاول الكاسك فوق يعني من فوق ريوس النساء، وبدلوهم بدي تيوب صغار او كجوست يحطوهم على الشعر، وكيف نفس السيستم باش توصل السخانه الغاديكا. دونك برشا دي موديل ابار الموديل الاول اللي خرجوا جود فروا، برشا دي موديل اخرين تم تطويرهم. سي جود فروا يلقى روحه عمل ثوره في عالم التجميل وابتكر اله تسهل حياه النساء اللي يعتنيوا بجمالهم سيرتو. دونك حتى نوصلوا 1911 عطاو للمصمم الفرنسي الكسندر جود فروا براءة الاختراع نتاع مجفف الشعر بسبب فعاليته، خاطر فعال جدا وقدرته على تشيح الشعر في وقت وجيز ومن غير اضرار بالنسبه للناس اللي يستعملوا، خاطر نعرفوا نحن مش تخلي كاسك فوق راسك وحديد وسخونه، دونك تنجم تكون عندها تاثير سلبي على راسك. من 1911 حتى 1970
قعد الابتكار نتاع جوت فروا هو السائد والاحسن في فرنسا وفي امريكا وفي الاوروب بريسك الكل، حتى لين تم تطوير الفكره هذه بعد السبعينات تنشوفوا لي موديل الاخرين حتى لين وصلنا للاستشوار اللي عندنا نحن توا. هذا موديل قديم تم تطوير الفكره هذه اول بريسك اول استشوار اما دونك هذا استشوار اما بعد الفكره نتاع الكسندر جوت فروا. فما الموديل اللي بعده زاد ماهوش بعيد جدا، حاولوا يحسنوا شويه في الديزاين نتاعو وفي الشكل نتاعو حتى لين وصلنا للموديل النهائي نتاع الاستشوار اللي عندنا توا اللي تستعملوه انتم البنات. هذه هي حكايه الكسندر جوت فروا وهذه حكايه استشوار وشكون اختلق وشكون بلوتو اخترع استشوار. دونك الفقره هذه نعاود نذكركم اللي هي برعايه نابلي الكتروسات صفاقس، ذكرنا العناوين نتاعهم. كيف نابلي الكتروسات صفاقس موجود في شارع 5 اوت، تنجموا تلقاو الفاريتي نتاع الالكتروميناجي وغير ما يهم كل ما يهم المراه في الدار على الباج فيسبوك كيف نابلي الكتروسات وعلى انستغرام. ميرسي بوكو عماد. نجو الفقره صفصوفه. فاطمه انا منبهره بحكايه السشوار. منبهره على حسيتك منبهره. ليه حسيتو؟ عرفت انت مسلسل رأفت الهجانك اللي يحطوه الكاسك نتاع الاعتراف هذوك يخوفوا وسائل تعذيب فوالا. فقرتي انا فاطمه كما العاده كما كل نهار اثنين هي لاجندا كولتوريل، باش نهزكم نحوس بكم في برشا مواعيد ثقافيه وترفيهيه تخص العائله وحتى صغيرات كما تقول فاطمه، باش تنجموا تهزوهم وتحوسوا بها. نبداو باول رونديفو معانا اليوم في لاجندا كولتوريل، اول دات هي لو 13 جانفي اللي هي اليوم مع خمسه نتاع العشيه، كنا نحكيوا عليه مهرجان توماس للموسيقى الامازيغيه اليوم الخمسه نتاع العشيه بمسرح ليتوال دو نور او فضاء ليتوال دو نور. نقعدوا في لو 13 جانفي لكن مع ستة متاع العشية فمعارض المسرحية في المنفى في إطار مهرجان الثورة، المسرح هذية لعبد القادر الكوكي تمشي وتلقاوها في مدينة الثقافة في قاعة المبدعين الشبان مع ستة متاع العشية. لو 14 جانفي اش عنا؟ لو 14 جانفي عنا عرض لمسرحية الأطفال، وكنت فكرتكم الصغيرات بتاعكم عرض لمسرحيه الاطفال لحن الحياه لمحمد علي كشطان، هذه هي لافيش نتاع المسرحيه تمشيو تلقاوها ل 11 نتاع الصباح بدار الثقافه احمد حمزه بالعوينه. دونك الناس اللي تسكن في الـ في الـ في البارتي هذيك دونك يجمعوا يهزوا صغيراتهم ويمشيو ل 11 نتاع الصباح. لو 15 جانفي عندنا موعد اخر، عندنا دات اخرى واللي هو لافون بروميير نتاع فيلم ذا جراج، الفيلم الرعب هذا الفيلم اللي عمل ضجه كبيره من عرض ظهر لي هذيا سيزون 3 او البارتي 3 نتاعو، كانت عدي البارتي الاولى والثانيه، هذه البارتي الثالثه هذه جديد تلقاوها في سينما لو بالاس مع 7 نتاع العشية. دونك الناس المغرومه بافلام الرعب والسسبانس دونك عليهم كان يمشيو السينما البلاس يتفرجوا في لافون بروميير هذيا. لو 15 جانفي زاد كيف نقعدوا مع لو 15 جانفي وعرض لمسرحيه ملا جو لكوثر الباردي وجلال الدين السعدي بالمسرح البلدي مع 7 نتاع العشية، لكنه العرض هذايا باش يتعاود زاد كيف لو 17 جانفي. دونك غاردي لي دات لو 15 لو 17 جانفي عندكم عرض مسرحيه ملا جو لكوثر الباردي وجلال الدين سعدي مع 7 نتاع العشية بالمسرح البلدي. نمشيو لو 15 جانفي في نفس النهار نلقاو زاد كيف عرض المسرحية أنتر أكت لنصر الدين الحجاج بفضاء المبدعين الشبان بمدينة الثقافة مع 6 نتاع العشية. نمشيو لو 16 جانفي فما عرض مسرحية جست عبدلي 100% تابو، هذا العرض اللي باش يكون بالمسرح البلدي مع 7:30 نتاع العشية نهار 16 جانفي. دونك الناس المغرومين بالضمار بالنكتة باللي هكا لي ستاند اب والا بالعروض المسرحية الفكاهية والهزلية، دونك مع اليوم كان يمشيو المسرحية جست عبدلي 100% تابو نهار 16 ديسمبر جانفي بليتو رجعت بكم لديسمبر. نهار 17 جانفي عندنا عرض عجعاجي بدار الثقافه ابن رشيق مع ماضي ثلاثه نتاع العشية، دونك الناس المغرومين بالفن الصوفي وبالتعجعيجه وبالتخميره دونك ما عليهم كان يمشيو نهار 17 جانفي مع ماضي ثلاثه نتاع العشية للعرض هذايا بدار الثقافه ابن رشيق. نختم معاكم جولتي ودورتي في لاجندا كولتوريل، هنا ذكرت الناس الكل حتى الناس المغرومين بالتصوير زاد كيف بالكريتور، دونك لقيت لكم حاجه ياسر محليه ياسر سامباتيك هي لو 17 ديسمبر ما فهمتش علاش هذاك ديسمبر نحب نرجع بالطويل يظهر لي لو 17 جانفي لو 17 حتىش لو 19 لو 19 جانفي اكسبوزيسيون نوار لوميير تلقاوها زاد كيف بفضاء الطاهر حداد بالبحيره مع من 6 نتاع العشيه حتىكشي ل 9 نتاع الليل. دونك هذه هي كان جولتي في لاجندا كولتوريل اليوم، ذكرت الناس الكل ديما تلوم فيا على الصغيرات لقيت لهم عرض صغيرات الجمعه هذه، دونك هز الصغيرات اللي عندكم شكا بحذانا سي ديجا هي بريقل المسرح
يعطيك صحه صفصوفه على جوندا كولتوريل نجيو الغوسي ستايل. جاء وقت غوسي ستايل. بون صفصوف من بكري تهز فيكم في 2019، انا باش نهزكم في 2019. تقول لي ذاك علاش هي قعدت في مخها الحكايه. دونك باش نعطيكم لي 5 لوك اللي هما عملوا ضجه ولا كانوا من الموافقين نتاع الاطلاليات نتاع النجوم نتاعنا توينسا. دونك نبدا بانا باللوك هذا اللي هو سلمى محجوبي في الجي سي سي، وكانت يمكن من برشا هكا دي لوك هذا كان اكثر واحد موافق اللي كان معناتها تبع المخفوم نتاعها متمشي مع المورفولوجي نتاع سلمى محجوبي، واللي برشا عباد عجبهم اللوك هذايا، وكان تصويره معناتها البارتاج نتاعها معناتها لو نومبر دو بارتاج كان كبير. دونك لا روب اللي هي جو مون فو، ماليش دعوه ماليش دعوه. دونك في لا ماتيير ان بو بريونت، لا ماتيير هذايا اللي هي نعرفوا السنة من 2019 ومتواصله في 2020 من لي ماتيير توندونس، كانت حلوه الكوب ماشيه معاها وماشيه مع عمرها، والميزون بوتي كانت محليه. نتعداو لللوك الثاني واللي هو زاده في جي سي سي اللي هو للفنان اسماء عثماني، واللي هو كانت اون روب سيفه على الاخر اون بلون، كانت معناتها لا روب الحلو اللي فيها انه لا كوب نتاعها اللي بيان ستركتوري، لي مانش بوفونت اللي زاده باش نحكي لكم عليهم غدوه ان شاء الله، اللي هو لو ديتاي نتاع 2019 وباش يقعد ال 2020. دونك كانت هي ديما اسماء عندها ان ستيل حلو على التابي روج، وهذا بتاتر كان من الستيل زاده الموافقين على الاخر واللي اعجب التوينسا. نتعداو لللوك الثالث واللي هو للممثله سميره المقرون. دونك سميره المقرون هذايا في الفيستيفال نتاع المهرجان الجونه في مصر، لا روب اللي هي جولد وبلون، لا جوب اللي هي معناتها بليسي، ونعرفوا زاده ديتاي هذايا من لي ديتاي توندونس في السيزون هذايا. التطريز نتاع لا روب كان ياسر حلو، ماشي برشا مع المخفوق، نعرفوا تبارك الله سميره طويله وإلونسي وبدنها ياسر مزيان. دونك كان زاده من الاطلالات الموافقين في 2019. ونجيو توا للممثله نتاعنا الكبيره هند صبري، اللي كان هذايا كانت من الاطلالات المزيانين واللي حتى حكيو عليهم الصحافه الغربيه والعالميه زاده، اللي هو في مهرجان فينيس في الدوره اللي 78. دونك كانت اطلاله ياسر مزيانه، النواغ ياسر محلي، وهي زاد ظهرت المخفو والشيب نتاعها وضعفت هي هوني يمكن في الاول من الاطلالات اللي بدات تظهر للفورم ولا شيب نتاع هند صبري. معناتها هذوما لي دو غوب ياسر حلوين عملت بهم الريد كاربت. تو باش نتعداو للوك الثالث زاده اللي عملت به اكثر ضجه، اللي هو اللوك هذايا واللي اعجب برشا عباد، واللي هو حسيناه لوك مغاير شويه للي غوب ولا الاستراس والحاجات هكا السواغي، اللي هي كان البنطلون ولا شوميز، ويظهر لي الشوميز هذيك زاده كانت ستون شوميز بوغ اوم على باز، اللي هي عملوا لها ستيل هذايا. وهوني بيان سور نشكر ستيليست نتاعها اللي فرانشمون خرجتها في ان لوك ياسر حلو مودرن تراندي، وهكا عطاها حاجه جديده. نتعداو لاخر لوك، دونك عندنا الايقونه نتاعنا دره زروق، ودره زروق كانت هي اكثر فنانه معناتها خذيت جوائز في كسوا معناتها في التمثيل ولا في الموضه زاده، من احلى الاطلالات نتاعها هذايا زاده في مهرجان الجونه، الغوب هذايا اللي هي اون بلو ياسر محلاها، لي ديتاي حتى كان مطروزه مي بيان ايتيدجي، لون كولور لا سور جوب لا ميزون بوتي. دونك نعرفوا دره معناتها من الممثلين ولا من الفنانين اللي بالحق ياسر تهتم بال على الاخر، معناتها سي تخي غار باش يظل انا حتى مره ما شفت عامله فاشن فوبا ولا اطلاله ماهيش هكا ادابتي للايفينمون اللي هي باش تحضر فيه. ونكملوا زاده بدره زروق وبالغاب هذه اللي هي اكثر غاب عملت زاده البوز ولا الغاب اللي عجبت برشا ملايين من جماهير دره زروق، اللي هي الغاب الغاز هذه زاده في مهرجان الجونه، كانت اون غاب ياسر حلوه، اون غاب كوتور، اون غاب معناتها ديني تابي روج. دونك هذوما كانوا الخمسه النجوم نتاعنا التوانسه اللي كانوا في احلى طله في 2019، حتى ان شاء الله نجيو لي زيفينمون نتاع 2020 ونشوفوا لي تابي روج. دونك هذه كانت روسي ستايل، نشوفكم غدا باش نحكي لكم على لي ديتاي دي مانش بوفانت. ميرسي بوكو البنات على روبريك الكل، كيف كيف انت عماد يعطيك صحه على الروبريك. نمشيو نختموا على شيف، حتى اللي شيف يعطيهم الصحه ما نلعبوش. فاتن اختي يعطيك صحه على هالاقتراحات هذيا، اكيد باش تحكي لنا على اللازانيا وباش تحكي لنا على السلاد ماسيدوان اللي حضرناها اليوم بالمايونيز، ونشوفوا شنو في وسطها اكيد. لكن خلينا نشوفوا شيف فتحيه اللي حضرت لنا البسكي بالججلان والقهوه هذيا، وخاصه
لمسة الشوكولاتة البيضة زادته لمعة. زادته زين. البسكوي هذايا بسيط برشا، ما فيه شيء سر مكونات. استعملت فيه فرينة سبيسيال جاتو وردة، سكر فاني سمارت شيف، ريت وحطيت فيه جوست شوية عظم كامل وعظم أصفر برك. العظم الكامل هو اللي يعطي تقرمشة، يزيد تقرمشة البسكوي، خاطر الأصفر ما يخليش البسكوي تقرمش، يعطي كان لهشاشة. الأبيض هو اللي يعطي الكروكون تاع البسكوي. عجنته، لميته لمان في سكر غلاس، سكر فاني، سمارت شيف، وعملته فيه القهوة بيان سور. قلت لكم تنجموا تعوضوا القهوة بالكاكاو للصغار، اللي إذا كان عندكم صغار باش تقدوا لهم البسكوي هذايا. خليته جست عجنت لم، حطيته عملته كعبر كعبر، حطيته رميته في الجلجلين. ومن بعد حطيت جست بلومبورت بياس، عملت الماركاج هذاك وبيد متاع مغرفة، نزلت عملت الحفر هذوك اللي عبيتهم بالشوكولا بلون. معناها بسيط ورخيص وسهل وماهوش متكلف، وسورتو يظهر لي جابنين بنين. يظهر لي جابنين ورطيني كوم سي ذقت منه هايل، راني ذقت منه صحيح، دونك خارق العاده. لك انت تشهد. ايوه نشكر المشاهدين الكل اللي تبعوا فينا، نقول لكم ابعثوا لنا اقتراحاتكم على الباج اوفيسيال الماتينال، واحنا نعملوا بهم الكل معناها نمشيو باقتراحاتكم الكل. ونشكر اللي وفروا لنا الماتيغ بروميير هذه الكل الممتازه اللي تنجح لنا في لي غوسيت نتاعنا. راهو مش استوس وصنعه بركه، راهو حتى البرودوي عنده قيمه كبيره. اكيد مشكوره الشيف فتحيه الشواشي. احنا نشوفوا هاللازانيا هذه، تعاود تذكرنا شو عملنا في قلبها، كيفاش حضرناها. اخترنا اليوم ورق اللازانيا الحاضر باش من عند ورده، باش ما يتكسرش باش يجي حاجه باهيه وما عجنناش، دونك ديما اختاروا لازانية ورده. وتقعد دونك شوزري. اكيد مع اسرار تنفيذ اللازانيا من عند اختنا فاتن الحصين. الوغ حضرت الصوص باللحم مفروم اللي كيما وريتهم، حطيت فيها بصله محكوكه وحطيت الثوم والسفناريه واللحم المفروم وزيت زين وملح فلاك حلو تابل، وخليتها تطيب. ومن بعد حطيت فيها معرفة طماطم معجونة سيكام، وحطيت فيها زوز حكوك طماط فريش سيكام زاد، خليتها تطيب. وفي الاخر حطيت عليها الحبق وعملت البشاميل كيف كيف، 80 غرام زبده، 80 غرام فرينه، معاهم اطر حليب، حطيتهم يطيبوا مع بعضهم الكل. حليت الفرينه، حليت الفرينه في الحليب وصفيتها، وحطيت الزبده وحطيتها على الغاز تطيب. ومن بعد فوحتها ملح وفلفل اكحل ونواد موسكات. هذا بالنسبه للصوص بشاميل. ومن بعد عملت كوش بالبات ورده اللازاني، وحطيت الصوص اللي باللحم مفروم، وصبيت فوقها هكا البشاميل وجبونات مرياح ادام وجوده، خلطتهم مع بعضهم زوج جبونات، وعملت تخوا كوش. عاودت حطيت البات طبقه هكاك واللحم مفروم والبشاميل فوق اللحم مفروم والجبن، وكيف كيف الطبقة الأخرانية، ودخلتها للفور طابت 25 دقيقة، وهاي حضرت اللازانيا متاعنا. يعطيك الصحة. وبالنسبة للماسيدوان خليت الخضرة اللي هي سفناريا وعيكوفير وجلبانة وبطاطا كل، فورتها وحطيتها في المنديلة شربت الماء متاعها، ونظفت الليتيو كيف كيف، نشفتها ونحيت لها الماء على الأخر، وفوحت السلطة بالملح وفلفل الأكحل، وخلطتها بمغرفتين مايونيز وزينتها. ومن بعد حطيت فوقها مغرفه مايونيز، وحطيت التن والعظم وطوماط سوريز والزيتون. هذا يفطور نحضر اليوم، صحه وبشفاء. يعطيك الصحه اختنا فاتن. اكيد غدوه فطور اخر معانا في كوجينه الماتينال، وديسير اخر بنين باش تقدمونا زاد الشيف فتحيه الشواشي. استناونا ديما على قناه 9 في نفس التوقيت. نحب نقول لكم زاد الساده المشاهدين اللي مازلتوا تتبعوا في لاكاديمي دي شيف، لاكاديمي دي شيف ديما عندها جديد، عندها ديزاتوليه تعملهم اتام، وعندها دي ماستر كلاس كل مره تجيب ان شيف من تونس والا من العالم الكل باش يقدموا لكم لي سافوار فير نتاعهم في رحاب الاكاديمي دي شيف اللي هي موجوده في 14 نهج الامام الرصاع مون بليزير تونس. غادي كتنجموا تبعثوا وليداتكم يقراوا عندنا بي تي بي والا بي تي اس، والا يجيو ويقراوا الناس المغرومين يحبوا يعملوا فورماسيون اكسيليغي ومربوطين بوقت الخدمه. احنا قرينا لكم حسابكم وحطينا لكم وقت بعد اوقات الخدمه مده 3 اشهر تاخذوا اتيستاسيون في الكوجينه والا في الباتيسخي حلو والا مالح والا زاد الخبز. الاكاديمي دي شيف بيانتو ان شاء الله قاعده تحضر في دبلوم ان شاء الله ربي يسهل فيه، هو في ميدان المعجنات والخبز خاصه اللي هو مش موجود في تونس،
احنا نحبوا نقدموا شهاده في الميدان هذايا. واكيد كل ما هو جديد تلقاوه على صفحه الفيسبوك ولا صفحه الانستغرام اللي هي الاكاديمي دي شيف بالفرنسيه. رقم الهاتف باش تاخذوا اكثر معلومات تتصلوا على 23 06 14 14 23 06 14 14، هو الرقم المتاح على ذمتكم باش تستفسروا على اي حاجه تتعلق باللي فورماسيون اللي تقدمهم الاكاديمي دي شيف. انا نقول لكم استناونا موعد جديد غدوه ان شاء الله مع بعضنا في برنامج الماتينال. الى اللقاء. ميرسي بوكو لشيف لغوسيت لكل تقاوم على باج الماتينال. جينا وقيت الغوميرسيمون صفصوف ولا روسيتا. شبيها وليت خاطر باش نزوز في الروز. ما هي في الروز في الروز جيعانة جيعانة صفصوف صفصوف بالجوع. هي روز. دونك انا نحب نشكر جويس اللي تلقاها في سوق على اللبسة والروبة الغاز المزيان الرافيا كسكسي. والله راي شنو لكم دونك جويس اللي تلقاو في سكرة نابل وياسمين حمامات باج فيسبوك وانستغرام جويس عنده 50% في الفونت اون ليني وواحد معطيكو قطعة ثانية بلاش اون بوتيك. جو رومارسي زادا فلور دو ليس على الميزون بوتي اللي تلقاوها في لاك دو وفي المنزه. دونك باج انستغرام وفيسبوك فلور دو ليس. انا قبل ما نعمل غوميرسيمون فات مورسو لازانيا من تو. انا ماك تعرف ديما الزلعات في على لونتين. انا صحيا عايشك يا فاتونه خاطر فاطمه جاعت. دونك تو نجم نعمل غوميرسيمون تهنيك على فطوري. نعمل غوميرسيمون البوتيك سيسترز اللي قاعده تلبس فيتقا في العوينه دخلت حي الواحات باش فيسبوك بوتيك سيسترز باش انستغرام فاشن بوتيك سيسترز. اذا كيف كيف نعمل غوميرسيمون للارتيست كوافور يمنع بور لا ميز اون بوتي اللي تلقاو زاد كيف كيف في حي الواحات باش فيسبوك اي انستغرام يمنع الارتيست كوافور. زاد كيف كيف نعمل غوميرسيمون جوليس شوسور على شوسور نتاعهم حاجه ياسر محليه وياسر كونفورتابل كونسومي تونسي سورتو تلقاوها في اكثر من 15 نقطه بيع عندهم 20% على كامل الكوليكسيون الموجوده. نعمل غوميرسيمون للساده المشاهدين على حسن المتابعه والاهتمام. نتقابلوا غدوه وفي روبريك عجيبه غريبه كاينها. دونك عماد جو ريميرسي بوكو سي اندام بريت ابورتي في سكره كيف كيف زاد عندهم بوان دو فونت في المروج ان عندهم دبش وحاجه مزيانه على الاخر. دونك تجمو تلقاو الحوايج نتاعهم الكل على باج فيسبوك سي اندام والا على انستغرام زاد كيف كيف سي اندام. سلم زاد على المشاهدين الكل ونقول لهم نتلاقاو ان شاء الله غدوه الحد. ميرسي بوكو عماد. انا كيف كيف نشكر يامن الارتيست كوافور تلقاو في حي الواحات باج فيسبوك وانستغرام يامن الارتيست كوافور. كما نشكر البوتيك اللي تلبس فيه اللي هي سي اندام تلقاوها في طريق سكر كما تلقاوها في المروج راكم فهمتوا كيفاش العلاقه اللي ولات وطيده بينه وبين عماد. دونك سي اندام تلقاوها في طريق سكر كما تلقاوها في المروج واحد باش فيسبوك وانستغرام سي اندام. كما نشكر شوز انزو شوز تلقاوها في المنزه الثامن عندهم كل جمعتين كوليكسيون جديده لصبابه الصغار والكبار. دونك امشيو شوفوا وعندهم باش فيسبوك وانستغرام ياسر اكتيف. دونك ادخلوا شوفوا شنو عندهم كوم كوليكسيون. تويكا باش نخليكم كما جمهورنا العزيز مع أنانا كالا أسوفا باش يغني لكم أكالين اللي هي أغنية أرضنا. دونك تلقاوها اللي هي لغة باللغة الأمازيغية. دونك ميرسي بوكو المشاهدين داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا إن شاء الله غدوة بسلامة. أسوف النتاه الدوسن
أسوف النيتا هيدوسن أسوف النيتا هيدوسن أسوف النيتا هيدوسن ينزجا ما هجراون ينزجا من أكالينا هجراون ينزجا ما هجراون ينزجا من أكالينا هجراون أسوف النتا هيدوسن أسوف النتا هيدوسن أسوف النتا هيدوسن أسوف النتا هيدوسن بس نسان رحماني بس نسان غاس النفرن بس نسان بس نسان رحماني بس نسان غاس النفرن خالص من هيت ومستي الخالص من هيت ومستي الحارس من هيت ومستي الحارس من هيت ومستي Jamna kalina hijra
سن أسوف النتاي تسن أسوف النتاي تسن أسوف